سيد وليد، ما هي أبرز الجزر التي تم تحريرها وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر ومن سيتولى مهمة تأمينها؟ أختي العزيزة والأخوة المشاهدون، بحمد الله تم السيطرة على كافة وأغلب الجزر الممتدة على سواحل محافظة الفريدة وإقليم تهامة. نعم. ومن ضمنها حنيش الصغرى وحنيش الكبرى وجزيرة زوكار وجزيرة الفشت وجزيرة بكلان وهمر و و و و تبقى سوى الآن جزيرة مكمران. وكما تعلمون هناك هذه الأيام ضربات مكثفة في عمق الميليشيات، وأيضا البوارج محيطة بجزيرة سمران، وستحرر بإذن الله لتضم كآخر جزيرة مع الميليشيات إلى أحضان الشرعية. نعم، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة وهي استعادة هذه الجزر؟ هل تأتي في إطار التحضير لمعركة الحديدة؟ كيف ستساهم في معركة استعادة الحديدة؟ كانت الميليشيات الحوثية تستغل هذه الجزر بإنزال الأسلحة فيها من البواخر والسفن المارة عبر الممر الدولي، ومن ثم تقوم بنقلها بدوارج الصيادين بالتمويه وإيصالها إلى سواحل محافظة الحديدة وأيضا بعض السواحل المقاربة لمحافظة حجة. فكانت تستخدم هذه الجزر كمحطة لتخزين الأسلحة فيها ثم نقلها إلى داخل الساحل الغربي أو الساحل الشمالي، ومن ثم إدخالها إلى داخل البلد ليقومون بقتل أبناء الوطن بها وأيضا الاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم، بالحديث عن الصيادين وحركة الصيد في منطقة العمليات العسكرية هذه وبالقرب من هذه الجزر التي تم استعادتها، هل تأثرت حركة الصيد والصيادين بذلك؟ طبعا أختي العزيزة، هم أضروا إضرار كبير جدا بالصيادين بنسبة 80%، حيث قامت الميليشيات باستخدام قوارب الصيادين في تنفيذ عمليات عسكرية، وهذا الذي أدى إلى تضرر كثير من الصيادين سواء بالكسر الخاطئ أحيانا من قبل الطيران أو أنه استخدام الميليشيات في ضرب البوارج والسفن العسكرية، وكذلك كما علمتي في السابق استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية. نعم. فلا بد من كان السيطرة على هذه الجزر والسيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، والآن هناك قوات مسلحة تنتشر في هذه الجزر كافة، وهناك استعدادات الآن قريبة بإذن الله ستكون قوات الجيش في محافظة الحديدة وميناءها وإقليمها بالكامل بإذن الله.